السلام عليكم صحابي صحباتي، كيفكم؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس؟ دايره هاد النظاظر حتى ديما بدا بزاف على النظاظر هادو، حيت فيهم الشمس وفيهم الشوف، هذاك الشيء اش دايرهم. كيف ما كتعرفوا غادي نخرجوا برا دابا وغادي نجمعوا لي فخوي، غنجمعوا كريشلام، غنجمعوا التوت، هذاك التوت البري ولا كيف كيقولوا ليه، غنجيبوا الفريز، غنجيبوا جلبانه، وغنجيبو كذلك شويه النعناع وشويه نعناع السيترون. خليكم على فيديو وما تمشيو فين، وبغيت نقول لكم عواشركم مبروكه، كل عام وانتم بخير وعيد سعيد، وخليو لي لي كومونتير وقولوا لي كيف جاتكم هاد التقطيعه. انا قطعتها عند واحد المغربيه اللي جات قطعتها لي الصراحه، يعني مانيفيك، كيعرفوا يقطعوا تاعنا حنا الكوفور تاعنا بصراحه بجهد كيف ما كتشوفوا. اوكي خواتاتي، بلا ما نطول عليكم نمشيو نشوفو الجردة. كديري ياسمين؟ اش كديري؟ هاي هاي عرفتي لي على المطيشه تخسريها. انا ماما عطيت اختو تغبل، انا راه حاطه رجلي ياسمين ما كنحولهمش. اما ماما تو لا تو نقول تما. اوكي ما عندو ولا بمات تاب ماما. يا ماما روحي فا، انا روحتو ولا بمات. عندك مطيشه؟ مطيشه دوزي هادشي تو، حط في الكاميرا طفي. اوكي كتصور لي البنات، هذا راه اللوز زرعته هذا العام، رانا عندي اللوز كيف ما كتشوفوا، هذا راه الجوز ولا اللوز، هذا الشيء اللي كاين حنا كنسميو ماندالين. المهم البنات، الرعطه والمدره والعتله. اجيو تشوفوا الهوايات فتح اللي كتحمق على هذا الشيء هذا. دونك هذا راه التوت، غادي نرجع ناخذو، يعني انا كل صباح كنجي كناخذ الصراحه، انا سبحان الله العظيم انا كنقطع هو تيطيب، كنقطع هذاك وكنخلي الشيء الاخر، والشيء الاخر كيطيب، وهذا الشيء اللي كاين. ما قدرتش نصور معكم، ما بغيتش كل مره نقول لكم فيديو ديال الجرده. المهم هذه زرعتها، وكنت زارعه وحده كدير هذاك التوت الكحل، وهذه كدير هذا الاحمر، ولكن هذيك ما عرفت كيفاش تضاعت ليا. زرعت هذيك كرمه ديال اللي كنقولوا حنا الكرمه ديال ماشي الهنديه، ديال هذاك الكرموس اللي ما فيه الشوك، ديال فيغي دو بيغبيغ ولا ما عرفت كي كيسميو، هو اللي كنت زرعته. هذه اللوبيا البنات، راكم شفتوا اللوبيا يلاه كتنور، اللوبيا بقى ما دارتش حركه، دابا كناكلو غير بجلبانه هي اللي كناخذها طيبوا منها. المهم ديك كتشوفوها كيف ما كتشوفوا، المهم كتاكلي داك المزيودات خضرين، كتحسي براسك تنسي الوقت راه ديال الصيف. هذه اللوبيا منوره، خاصه شويه الشتاء بصراحه، اللوبيا راه منوره حتى تطير. وهنا عمرات بالربيع المطيشه وداك الشيء عمر بالربيع، وهذا هو داك كنسميو حنا كريشلن، هادي دايره بزاف ما شاء الله ما شاء الله، هادي راه ما راه دارت بزاف الصراحه هاد العام، حطات بزاف، حيت هو عام كيكون بزاف وعام كيكون قليل الصراحه. انا ماما ما عطيتش تغبل، انا راه حاطه رجلي ياسمين ما كنحولهمش. انا من الصباح ماما شكيرة نتعاون انا وياها هنا تو. اوكي ما عندو ولا بمات تاب ماما. يا ماما روحي فا، انا روحتو ولا بمات. عندك مطيشه دوزي هادشي تو، حط في الكاميرا طفي. اوكي اش كتصور لي؟ السلام عليكم البنات ولاد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كيف ما راكم تلاحظوا رانا في الجرده، كنقي من الربيع
صراحه لقيت الربيع مبارك على الخضره. هادشي اللي كاين خليكم معايا، بعد ما غادي نسالي البنات غادا نجمع لي في خوي ديال الجرده بحال هذا الشكل. هذا غليظ، هذا غادا نجمع شويه ديال سميتو ديال لي خوي. سخفت حيت كاين الحراره، غادي نجمع شويه ديال لي فخوي وغادي نشوفو معايا. ماشي هذا، هذا يعني راه باس مشى، ما غاديش نجمعو، هذا غير ناكلو دابا وصافي. انا بعيد عليا ما نقدرش نجمعو، غادي نجمع غير هذا وهذاك التوت وكخايشلن وهادشي اللي كاين. بالنسبه للخضره البنات فين وصلت؟ بالنسبه للمطيشه الجلبانه راه كنطيب منها، من بعد غادي نسالي وغادي نشارك معكم شنو خديت. وقت عدا وكتشوفوا البنات انا كناخذ التوت صعيب هذا في التحيات ديالو، الله يلا اش غندير، غادي نقطعو بدل النباتة تاعو صافي غير قطعي صوفيا مزيان داكشي. شديت البانيو اش كوبي بانيو سيتي معايا. اوه مش حنطة شكوى مزيان داكشي. شديت البانيو اش كوبي بانيو سيتي معايا. مش حنطة شكوى اخيرا البنات. المهم انا ساليت شويه من هكا شويه من هكا، خديت هذاك ما قدرتش نكمل صراحه، قطعت غير على قدي. دابا غناخذ شويه ديال الخزامه باش نديرها في الدار، يعني ملي كتكون الشتاء راه ما تنخرجوش نورمالمون. نقطع على خزامه بالمقص، انا كندير لي غير هكا. هادشي اللي كاين نشف نديرها، تنشف ونديرها في الدار مزيانه. وهادشي اللي كاين البنات، وان شاء الله نتمنى تشاركوا معايا اللوز. شتو اللوز؟ ها هو يعني هاد اللوز كيف ما كتعرفوا. هادشي البنات كتعرفوا، هذا ما انا ما قدرتش ناخذ فيه بزاف على حقاش، انني ما قدرتش نقلعو الصراحه، درني ظهري كيف ما كتشوفوا راني كنت غير جالسه. هذا غنصيب منه كونفيتير صديفو على حسب الوقت، حيت عندي شي خدمه يعني بريفي هنايا في الدار، نقدر نصيبو نقدر ما نصيبوش. وهذه جلبانه، هذه جلبانه يعني راه سالات دابا، كل نهار كنمشي كنجيب منها باش نطيب. ها نتوما كتشوفوا جلبانه يعني طبيعيه وزوينه، ويمكن لينا ناكلوها حتى خضره حتى خضره الصراحه. وكيف ما كتعرفوا هذا ديما كتجيب منه في الفطور ديال الصباح سيتو. هذا طاح، هذا دابا انا كنحب نقطعو هكا البنات، تقطعو هكا بديالو حيت كنغسلو بشويه تاع الخل، كنغسلو شويه الخل والملحه، عاد كن شويه الخل والملحه عاد كنديرو عاد كناكلوه. هادشي اللي كاين. وجبت نعناع
وهادشي اللي كندير، يعني هذه الحياه اليوميه ديال تولي جور، يعني توجور هادشي اللي كنجيب. دونك البنات عندي لكم واحد المفاجاه في هذا الفيديو، يعني اللي حبات تزرع شي حاجه في الدار ديالها وتزرع على راسها. المهم هذا الفيديو ديال هادي غاديه دابا، هذه اللي نبتها، يعني البنات راه استغلت شهرين تقريبا، يعني ما متحقاش من الوقت، ولكن غادي نرجع للفيديو اللي درتها باش كنت كنزرع فيها، وغادي نشوف شحال الوقت عاد خرجات. وما تنسوا البنات خاص شي حاجه تكون ديال البلاستيك وتكون متقوبه، هذا راه متقوب 4 المرات، غير هذا ديال لي كورنيشو اللي خدينا فيه الكورنيشو هو اللي زرعت فيه. هذه بلاتي نمشي نشوفوها، انا ما كنحملش شي فيديو اللي كيكون فيه الكذوب يعني على القناه ديالي كيف ما كتشوفوا البنات. المهم دابا الفيديو الثاني غيكون على هذه، حيت ما عنديش تراب باش غادي نقلها ونوريكم كيفاش غديروا ليها، ونبقاو متبعين يعني سميتو الخطوات ديالها. دونك تنمشي نجيب التراب عاد غادي نوريكم اللي غنبغي نغرسها، غنوريكم كيفاش كنغرسها. وهي دابا راه استطعت توصل للسقف تاع الغراف، هاد الشيء اللي كاين غادي نحاول نفسها من واحد الجهه باش الا خرجات ليا من تما ماشي مشكل. هاد الشيء اللي كاين البنات، دابا ما بغيتش نطول عليكم، بغيت نقول لكم السلام عليكم وسمحوا لي انني قصرت وجيتكم وجيت ماسكات. بعض المرات كندير ماسك ما كنصورش معاكم، يعني صديبوا البنات يعني على حسب الوقت. بالنسبه للزراعه والتنبات، تنبتوا شي حاجه في الجرده وديروا شي حاجه، ولو عندك غير محبق في السطح استطعي تشري واحد الفاز كبير وتقدري ديري فيه يعني اي حاجه، تقدري تغرسي فيه اي حاجه. هذا الشيء اللي كاين البنات. المهم غنخليكم على خير، وشكرا لكم بزاف، ولا عجبتكم لا فيديو المحتوى ديالي ما تنساوش جيم واشتراك، يعني فضلا وليس امرا، ما تنساوش دعم القناه باش نشارك معكم شي حويجات اخرين نتوما ما عارفينهمش. هذا الشيء اللي كاين، وغنقول لكم دابا فيزو تهلاو ليا فروسكم، عواشر مبروكه، عيد مبارك سعيد، وما تنساوش دعموا عالم فتيحه، يعني في متنوع سميتو متنوع المحتويات، يعني في زراعه، في تجميل، في وصفات، في مثلا بعض الاشياء اللي باقا ما ارتحتش للفرصه نصورها معكم. ايوا هذا الشيء اللي كاين، كنت كنصورها بعض المرات ولكن مازال ما ارتحتش للفرصه. السلام عليكم، تهلاو ليا فروسكم، عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله الا ما عدتش تلاقينا من هذا الفيديو، يعني اللي طولت عليكم عاود ثاني سيمانه ولا هذا، يعني كنعتذر منكم وكنقول لكم بالسلامه، بيزو.